واخا هما اداوني وداك الشيء، وانا غادي ندعيهم وندو من المخزن ما قديش خاطري ما مدوزنيش نادي شي واحد، واخا كيكون مأديني انا ما كنبغيش نادي الناس. فيديو ناشطه ضحكه فرحانه. قولوا لي الاحبه شنو هاد الفضيحه هادي، هاد الناس شنو بغاو عندي؟ الله يرحم لكم الوالدين. هاد الشيء علاش حلفت ما بقاش نعاون شي واحد؟ انا نتوما كتشوفوا جبيد البلاها، الخيط كيبان لكم ما كيبان لكم؟ ها هو الخيط مدلي، شفتوه؟ ها هذا الخيط مدلي مقطع، شفتوه؟ ها ها هو الخيط، ها هي يدي، شفتوها؟ ما كنت باغا ندير حتى حاجه، نتوما يلاه جيت كنت غنطلع للدار، مازال ما طلعتش للدار كاع نهائيا، صافي بان لي الخيط ديالي مقطع. دابا غنمشي للكوميساريا ان شاء الله، قال لي كبرها تصغر، لان المره الاولى فاش سكت انا حماره، سكت المره الاولى ما درت لهم والو، دابا المره الثانيه هذه، يعني الانسان باغي مشاكل مرحبا بالمشاكل، ما كاين حتى مشكل، الحمد لله كاين مخزن في البلاد. لان في الاول وراوني قالت لي، لان في الاول مولات المحل اللي حدايا وراتني في كاميرا بان مرا وراجل عرب بالحجاب، المره دايره الدره والراجل وراتهم ليا قطعوا لي الخيط المره الاولى، قالت لي راه واحد جوج راه قطعوا واحد الخيط، واش ديال الويفي ديالك؟ لان شافت مالي الويفي جاو كيصايبوه ليا. قلت لها قلت لها راه كان مقطع لي الخيط الويفي، قالت لي صافي، قالت لي راني شفت في الكاميرا مره وراجل كانوا كيقطعوا واحد الخيط ولكن ما عرفتش واش ديالك. المهم راه باقي عندها التسجيل، دابا غنمشي ان شاء الله للكوميسارية. قال لي كبرها تصغر، ما بغيتش نبكي ولكن صافي ستوب. غتقولوا لي فدوها شكون هما هاد الناس؟ هاد الناس هاد واحد مرا وراجل، عاونينا عاونينا. قلت لهم انا صعيب عليا باش نلقى لكم الكرا اصلا، نتوما تبارك الله مرا وراجل صعيب عليا، لكن لا بغينا نسكنوا معاك. قلت لهم لا لقيتو بيت، قلت لهم لا لقيتو بيت انا نعاونكم، قلت لهم لا لقيتو بيت انا نعاونكم، نخلص لكم الكرا ما عنديش مشكل، نخلص لكم حتى شهرين الكرا الدنيا هانيه، نعاونكم حد هنا صافي نشري لكم ما تاكلوا هادي، اما باش نجيبكم نسكنكم معايا الدار ماشي في سميتي. صافي دابا بدات الحرب ماشي مشكل، وما اصر ما عندهم لا اوراق لا والو، ما كنتش باغا نديكلاري في الاول، ما كنتش باغا المشاكل في الصراحه، ولكن دابا ملي بدات المشاكل بسم الله يلا المشاكل. المرا دايرين من 9 لجوج ونص، من 4 هما كيحلوا مع 4 حتى ل 8 الا ربع، هذه الكوميساريه نتاع البوليس. شنو غادي ندير دابا؟ لك اللي ما عنده سيدو عنده لاله، لحقاش يقولك على المدينه اللي كتسكني الكوميساريه اللي قريبه لك، انا هذه اللي قريبه ليا للدار باش يلا نيت نديهم معايا، فهمتوا واش بغيت نقول لكم؟ صافي ما كنحمش هاد المشاكل تاع الدعاوي وهادشي تاع الزبل، ودعي شي واحد وتبقاي تقابلي معاه، ما كنحملش انا هادشي، ولكن كنوعدكم الا غادي نوقفوا من عند حدهم، لحقاش راه كاينين حاجات بزاف ما بارطاجيتهمش معاكم، راه كيمرضوا كيمرضوا. انا راه واحد السيده والسيد راه قلتها لكم دابا شادين معايا واحد ضد ما نعاود لكمش، جاو من واحد مدينه بعيده، جاوا بالفيزا حرقوا الفيزا هنايا، تواصلوا معايا قالوا لي فدوى عاونينا. انتما الاحبه انا هادشي كامل ما كنتش باغا نقولو، قالك عاونينا قطعت ليهم ب 80 الاورو الواحد، هي 80 وراجلها 80، وزدتهم 50 الاورو من الفوق، هادشي كنديرو غير لله في سبيل الله، زدتهم 50 الاورو من الفوق جاو لهنايا، فاش جاو هنا جاو كيقلبوا عليا. قلت لها فاش تجيو هنا راه ماشي جايين باش تجيو عندي انا، قلتوا لي غير نقطع لكم باش تجيو هنا، بغيتو تطلعوا لطراكونه انا عاونتكم تطلعوا، اما باش تقولي زعما تجيو عندي راه ما تجيوش عندي، ولا لقيتو الكره في شي بلاصه ماشي مشكل. عيطت لي بقات كتبكي قالت لك راه حنا برا، مشيت لعندهم جبتهم كريت لهم في البانسيون، هاد البانسيون اللي كاين في هذاك الشارع اللي كنت كنعس فيه اليامات الاولى في الفيديوهات عقلتو هذاك، مشيت كريت ليهم يومين، عسو تما يومين هي وراجلها. من بعد بقاو كيعيطوا ليا فدوى فدوى، قلت لهم شنو كاين؟ قال لك لا بغينا نجيو عندكم، نجيو عندك للدار. قلت لهم شوفوا نقول لكم الدار، انا راه الكونترا ماشي في سميتي، الكونترا الدار ماشي في سميتي، راه احمد مسكين هو اللي حاط لي الضمانه، ماشي حتى شي ورقه، حاط ضمانه الكونت ديالو، نهار مول الدار اللي كيدخل الكونت ديالي كيهز الفلوس الكرا، الا ما لقاش الفلوس الكرا الله يستر زعما شي حاجه غيهزهم لاحمد، هو راه ما عمره هز لي هذيك غير كضمانه، لان انا ما عندي لا ورقه لا جوج في الدار، فاهمين؟ في الاخر السيده بقات لاصقه فيا بغينا نجيو عندك، قلت لها شوفي راه ما تسكنوش معايا حيت الدار راه ماشي ديالي، قلبوا على بيت الا لقيتو بيت انا نعاونكم فيه. بقيت كنقلب حتى انا معاهم على بيت وكنوصي الناس وكل شيء، ما الصراحه ما لقيتهم حتى شي بيت، ما لقيتش عيت ما نقلب ما لقيتش، كنوصي الناس وكل شيء، صعيب باش تسكن مرا وراجلها في بيت. المهم بقينا على اتصال كندير لهم انترنت في التليفون، وهادي انا وقفت معاهم دابا هما بغاو يندموني انا كاع حيت عاونتهم وقطعت لهم وداك الشيء. قلت لهم شوفوا الا لقيتوا بيت الكرا انا نعاونكم في هذاك البيت، شوفوا راه ضغط ما بقيت عارفه فين نمشي. المهم بقى تقريبا شي ساعه ما قالت حل الكوميساريه وغادي نرجع. قلت لهم لقيتو شي بيت الكرا نعاونكم في الكرا، جاوا بالفيزا هي وراجلها كانوا موظفين في المغرب وجاوا بالفيزا تحرقوهم. قلت لها ما جيتو من المغرب لهنايا ماشي جيتو عند بنت الغربه، راه جيتو للغربه ماشي عندي انا،
جيتو نتوما باش تقلبوا على راسكم كيما قلبت انا على راسي. قلت له واش اصحاب لكم انا هي عباس الفاسي ولا شكون؟ انا راه انسانه كنضرب تماره كنضل نحيد في ليكوش ونضل نغسل في الطواليطات باش نعيش ونعاون والديا، ما باش تجي تقول لي زعما نهزك انا، انا يلا نهز غير راسي وعندي مصاريف وعندي مشاكل كبيره والضرائب وسميتو بزاف د الحاجات وبنادم النفسيه ديالو محطمه. يعني درت معاهم فوق الجهد، يعني درت معاهم الاحبه فوق الجهد. غنقول لكم غير حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله. الاحبه ونحط لكم هذا الفيديو، قولوا لي واش ندير، واش نمشي ندعيهم؟ راهم كاينين عندي، راهم مسجلين في الفيديو، راهم كاينين عند المراه مسجلين في الكاميرا. واش الاحبه نادي هذه المراه والراجل ندعيهم ولا قولوا لي شنو غادي ندير؟ انا غنحط الفيديو، راهم تيتفرجوا فيا، انا غنحط الفيديو. راه باقا ساعه ما انا غتحل الكوميساري، الله يجازيكم بخير، ردوا عليا واش نمشي ندير بهم الدعوه ولا لا. وراه شوفوا هانتوما اداوني دابا جوج مرات وقلبي كيضرني وكل شيء وما بغى نادي حتى واحد. قولوا لي هاد المراه والراجل بغاو عندي درس معاهم فوق جهدي، راه هادي هي المشاكل اللي انا غارقه فيهم وبغيت كان بارطاجي معكم هاد الشيء. ولكن راه مره اخرى ما كذبش عليكم، ما بقيت نعاون شي واحد ولا نوقف مع شي واحد، يعني اللي بغى يعاوني يعاون راسو في هاد الزمن. والله الا مرت، المهم باقا ساعه هاد المكانه، الله يجازيكم بخير ردوا عليا الاحبه. انا غنحط لكم هاد الفيديو، الله يرحم لكم الوالدين. قولوا لي شنو ندير، واش نمشي ندعيهم ولا نمشي؟ ما عرفتش، الله يحفظكم. انا حط لكم هذا الفيديو، قولي شنو عندي. حنا في زمان مابقاش ندير شي حاجه مع شي واحد. واش الاحبه بنادم اللي جاي لاسبانيا واش جاي عندي انا؟ واش بنادم حارق فيزا ومضيع الملايين ديال الفلوس باش يجي عند بنت الغربه؟ واش انا نهار اللي جيت لهنا صيفطوني والديا حرقت 4 المرات واش انا تعرض لي شي واحد؟ واش انا لقيت شي واحد كيتسناني؟ انا كون ما درتش القناه ديك الوقت اللي كنت كندور في الزنقه وكنت كنبكي، واش كان غيعاونني شي واحد وغيعرفني شكون انا؟ كوراني باقا كنعس في الزنقه، انا تكرفصت وتبهدلت ودرت بزاف ديال الحاجات باش انا قويه ما غنبكيش. واش انا الاحبه نقولوا نقول لكم شوفوا عيني بالبكا؟ واش انا دخلنا عليكم وجه الله؟ واش انا نمشي نعاون بنادم باش ياديني؟ واش الناس مي كتضيع فلوس، الناس جايين بالملايين ما عاد شحال، شي 20 مليون 40 مليون ضيعها هي وراجلها على الفيزا، واش جايين باش يقلبوا عليا انا؟ واش جايين من الاخر الدنيا باش تسكنوا معايا انا؟ واش هي صحاب لكم انا مطفره؟ واش كيصحابكم انا راني بخير؟ راه كنتقاتل بحالي بحال اي واحد. الله يرحم ليكم الوالدين الاحبه، انا عتقوني راني محتاجه ليكم عتقوني. واش نمشي ندعي ولاد بلادي نوصلهم للمخزن؟ ما قديتش بقا يضحكوا عليا الناس يقولوا كدعات المراه والراجل وصلتهم حتى للمخزن. الله يرحم ليكم الوالدين الاحبه. غنحط لكم هذا الفيديو، قولي شنو ندير، الله يسهل عليكم قولي شنو ندير. راه انت راه من الصباح انا كنبكي ما قديتش، تخيلوا نمشي ندعي مراه وراجل نوصلهم حتى للمخزن. الله يرحم ليكم الوالدين، قول لي شنو ندير، راني دخت، راني كندور في الزنقه كنصطيه ما عرفت ما ندير. قول لي شنو غادي ندير، قولوا لي الله يرحم ليكم الوالدين الاحبه. انا ما كنجبد حتى شي واحد، اللي قديت بها كنعاون بنادم، اللي ما قديتش كنتسخر اللور كما كيقول با كنتسخر اللور. الله يرحم ليكم الوالدين، قول لي شنو ندير. راه انا هما مصورين، راه عندي في الفيديو عندي كل شيء، واش نديهم للمخزن ولا شنو ندير؟ قولوا لي وجه ربي، لا ما قول لي شنو ندير. الله يرحم ليكم الوالدين، واخا هما اداوني وداك الشيء وانا غادي ندعيهم ونديهم للمخزن، ما قديتش خاطري ما مدوزنيش نادي شي واحد، واخا كيكون مآديني انا ما كنبغيش نادي الناس. الله يرحم ليكم الوالدين الاحبه، انا غنحط هذا الفيديو غنتسناكم تقولوا لي شنو ندير، واش نوصلهم للمخزن ولا نقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ انا عاود نعيط لمالي الويفي عاوتاني يجيو يصايبوا لي عاوتاني الخير.